عشان كده من اول النهارده تبقى تفكر لما بركز على الناس بركز عليهم ازاي. فانا هسالك سؤال، يا ترى تركيزك فين دلوقتي؟ تركيزك بالنسبه لحياتك الروحانيه عامله ازاي؟ يا ترى اخبارك ايه مع الله سبحانه وتعالى؟ تركيزك في حياتك الصحيه عامله ازاي؟ يا ترى بتفكر في الصحه ان حاجه عايشه وخلاص؟ يا ترى انت فعلا بتهتم بصحتك؟ يا ترى بتتمشى كل يوم شويه، بتشم هواء نظيف لان الرئه تعبانه؟ ايه السبب؟ محدش بيتنفس، قليلين جدا اللي هم عارفين القوه دي وعارفين قدرات التنفس. والنهارده ان شاء الله على فكره هنبدا نعمل شويه حاجات مع بعض، هنبدا نتحرك حبه كده، هنبدا نعمل شويه حاجات على اساس ما نبقاش قاعدين كده باستمرار، لان على فكره انا مش متعود اقعد. يعني يمكن الناس اللي يقولي في امسياتي بقى اخلي الناس تضحك وتنبسط، عارفين ليه؟ لما سالوني مره في برنامج تلفزيوني دكتور بيضحك الناس ليه؟ قلت له تعرف لما تضحك يزيد استيعابك 14 مرة، مش 14%، 14 مرة. ولما تحرك جسمك كويس وتتنفس مظبوط مع هذه الابتسامة الجميلة يزيد استيعابك 18 مرة.